السلام عليكم متابعيني، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في الدرس السابع من سلسله تعلم اللغه التركيه من الالف الى الياء. ودرس اليوم غادي يكون تحت عنوان الوقت. اذا خذوا ورقه وقلم ولنبدا على بركه الله. درس يدي وقت. قبل ما ندخلوا متابعي الكرام في صلب الموضوع، كاين مجموعه ديال القواعد اللي غادي نطرحها عليكم في هذا الدرس هذا، باش كومسا غادي توضح لكم الرؤيه اكثر ويبان لكم كل شيء واضح وباين. واول قاعده غادي نبداو بها واللي هي يوم واحد كيساوي 24 ساعه. باللغه التركيه كنقولوا بير جونده يريمي دورت سات فاردر. ساعه واحده كتساوي 60 دقيقه. بير ساعتت ألت مش دقيقة فاردر. دقيقة واحدة كتساوي 60 ثانية. بير دقيقة دا ألت مش ثانية فاردر. القاعدة الثانية، احنا في الدارجة ديالنا إلا جا شي واحد سولنا قلنا شحال الساعة، كنقولوا له ثلاثة نيشان أو ثلاثة بيل أو ثلاثة واقفة. ألوغ في تركيا كنقولوا ساعتين ده. وهنا يعطيتكم مجموعة ديال الأمثلة. ساعة اتش الساعة الثالثة. ساعة بش الساعة الخامسة. ساعة اتشك أو الساعة اون الساعة العاشرة. ساعة الت هي الساعة السادسة. إلا بغينا نقولوا جوج ونص، الخمسة ونص، سبعة ونص، بمعنى كنقصد لكم النصف، فبالتركية كنقولوا بوتشوك. وهنا يعطيتكم مجموعة ديال الأمثلة بحال ثلاثة ونص ساعات اتش بوتشوك، الخمسة ونص ساعات باش بوتشوك، العشرة ونص ساعات اون بوتشوك، ستة ونص ساعات الت بوتشوك. بغينا نقولوا مثلا ثمانية وربع، تسعة وربع، بمعنى كنقصد لكم الربع، فبالتركية كنقولوا تشايرك. وهنا يعطيتكم مجموعة ديال الأمثلة بحال ثلاثة وربع ساعات اتش تشايرك كاجيو، الخمسة وربع ساعات بشي تشايرك كاجيو، العشرة وربع ساعات اونو تشايرك كاجيو، ستة وربع ساعات التي تشايرك كاجيو. في اللغة التركية كنقسموا الساعة إلى قسمين، كيف شفتوا هنايا في الصورة، من 12 ل 8 كنستعملوا كاجيو، ومن 8 ل 12 كنستعملوا فار. غادي نطرقوا لمجموعة ديال الأمثلة باش كومسا متابعي الكرام غادي توضح لكم الصورة أكثر. فويخ كنستعملوا كلمة كاجيو، وشنو هما التغييرات اللي كتوقع على الساعة؟ في البداية ديال الفيديو قلت لكم باللي كاجيو كنستعملوها من 8 ل 12. غادي نعطيكم مجموعة ديال الأمثلة باش كومسا غادي تفهموا أكثر وأكثر. دونك ملي كنستعملوا كاجيو، بير كترجع بيري، إيكي إيكيي، اتش اتش، دورت دورد، بش بشي، الت التي، يدي يدي، سيكيز سيكيزي، دوكوز دوكوزو، اون اونو، اون بير اون بيري، اون ايكي اون ايكي. المثال الاول، 8 وربع، الساعة الثامنة والربع. باللغة التركية يمكننا نقولوه بجوج طرق مختلفة، إما نقولو ساعات سيكيزي أون باش جاجيو، أو نقولو ساعات سيكيزي تشايرك جاجيو. المثال الثاني، 25 دقيقة، الساعة الخامسة وعشرون دقيقة، ساعات بيشي يريمي جاجيو، ساعات بيشي يريمي جاجيو. مثال ثالث، العشرة وقسمين، الساعة العاشرة وعشر دقائق، ساعات اونو اون جاجيو، ساعات اونو اون جاجيو. مثال الرابع والأخير واللي هو 37 دقيقة، الساعة السابعة وخمس وثلاثون دقيقة، ساعات يدي اوتوز باش جاجيو، ساعات يدي اوتوز باش جاجيو. بعد ما هضرنا متابعي الكرام على كلمة كاجيور والتغييرات اللي كتوقع على مستوى الساعة، وعطيتكم أمثلة على ذلك، وكنتمنى أن تكون الأمثلة اللي عطيتكم مفهومة، الآن غادي ننتقلوا لكلمة فار والتغييرات أيضا اللي كتوقع على مستوى الساعة. كيف قلنا في كاجيور، بير
رجعت بيري، فار بير رجعت بيري، إيكي إيكيه، أتش أتشة، دورت دردة، بش بشة، ألت ألتية، يدي يديه، سكيز سكيزة، دوكوز دوكوزا، أن أنا، أن بير أن بيرة، أن إيكي أن إيكية. إلا بغينا نسولو شي واحد ونقولو له عفاك شحال في الساعة، ممكن أننا نعبرو على هاد الجملة هادي باللغة التركية لطفان ساعات كاتش. معذرة، كم الساعة؟ لطفان ساعات كاتش. معذرة، كم الساعة؟ لطفان ساعات كاتش. معذرة، كم الساعة؟ الآن متابعي الكرام غادي نعطيكم أمثلة اللي فيهم كلمة فار. 58 دقيقة، الساعة 9 إلى 10 دقائق، سات دوكوزو أنفار، سات دوكوزو أنفار. 42 دقيقة، الساعة 3 إلى 20 دقيقة، سات أتشيري مفار، سات أتشيري مفار. 46 دقيقة، الساعة 7 إلى ربع، سات يدي تشيري كفار، سات يدي تشيري كفار. 12:55، الساعة 12:10 إلى 5 دقائق، سات أون إيكي بشفار، سات أون إيكي بشفار. درس اليوم انتهى، كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منه. نضرب لكم موعد بإذن الله تعالى في الدرس القادم. خليت لكم الراحة، تبقوا على ألف خير.